السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. اليوم نسعد بكم ونتحدث عن درس جديد ألا وهو أنواع الجملة أو الجملة في اللغة العربية. تتكون الجملة في اللغة العربية من قسمين أو نوعين أساسيين. القسم الأول أو النوع الأول هو الجملة الإسمية، والنوع الثاني هو الجملة الفعلية. الجملة الإسمية هي التي تتكون من مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. مثال لذلك السماء صافية، السماء صافية. الاسم الأول هو السماء فنقول عليه مبتدأ، والمبتدأ دائما مرفوع. وإذا كان المبتدأ مفرد مثل كلمة السماء فيكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة، السماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما الخبر فهو الذي يكمل أو يكمل مع الكلمة أو مع المبتدأ جملة مفيدة. فإذا قلنا السماء لم نفهم شيئا، ولكن إذا قلنا السماء صافية فهذا هو خبر يتمم معنى الجملة، والخبر نقول أيضا يكون مرفوعا، وهنا نقول صافية خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، السماء صافية. وهذه جملة اسمية، وملحوظة نقول أن الجملة الاسمية هي التي تبدأ دائما باسم. والجملة الاسمية لها أنواع كثيرة، أو يعني قد تبدأ بالضمير نقول هو صالح، هو هنا ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدأ، وصالح خبر مرفوع علامة رفع الضمة. أو يكون اسم إشارة، هذا ولد صالح، كلمة هذا اسم إشارة ولكن هنا غير مرفوع لكن مبني في محل رفع مبتدأ. ولد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والخبر يتعدد الخبر، قد يكون الخبر مفردا، وقد يكون الخبر جملة اسمية، وقد يكون الخبر جملة فعلية، وهو أنواع كثيرة ونفرغ له درسا بعينه. أما الآن فنتحدث أو ننتقل إلى القسم الثاني وهو الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، وقد يكون هذا الفعل في زمن الماضي أو في زمن المضارع أو في زمن الأمر. وقد شرحنا قبل ذلك الماضي والمضارع والأمر. وأي جملة فعلية تنقسم إلى قسمين، فعل وفاعل. فعل وفاعل نقول عليهما جملة فعلية، والفاعل الذي يأتي بعد الفعل هو من قام بالفعل أو اتصف به ويكون دائما مرفوعا. أمثلة لذلك الجملة الفعلية: شرح المعلم الدرس، شرح المعلم الدرس. كلمة شرح فعل ماضي مبني، مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. شرح المعلم، المعلم هنا فاعل لأنه هو الذي قام بالشرح، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. قد يكون الفاعل أيضا مثنى، وقد يكون جمع مذكر سالم، وقد يكون الفاعل أيضا جمع مؤنث سالم، وقد يكون جمع مذكر سالم. أمثلة على ذلك نقول شرح المعلم، هنا المعلم مفرد. شرح المعلمان، هنا المعلمان مثنى، فيكون علامة رفعه علامة فرعية وهو مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. شرح المعلمون الدرس، كلمة المعلمون هنا جمع مذكر سالم وترفع بالواو وهي علامة فرعية، المعلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. شرح المعلمون الدرس. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.